انتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عموما وبالاخص فيسبوك دعوة حزب العدالة والتنمية للمسيرة الباهتة التي نظمت صباح اليوم بمدينة الرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور 70 سنة على النكبة وقبل يومين من نقل السفارة الامريكية الى القدس. واعتبر عدد من النشطاء ان حزب العدالة والتنمية يريد ان يركب على القضية الفلسطينية من اجل استعادة شعبيته التي فقد بفعل موقفه في قضايا متعددة والتي عاشها المواطن المغربي في الآونة الأخيرة، سيما حملة مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية التي اعتبرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها القشة التي قسمت ظهر البعير. الرافدون من مسيرة استغربوا كيف الحزب الحاكم أن يدعو المواطنين للخروج والتظاهر دعما لقضية ما، بينما يمنع المواطنين من النزول إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم بشكل حضاري، معتبرين أن الشعب المغربي أولى بالدعم. وشهدت المسيرة التي دعا إليها حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الأحد 13 من مايو الجاري حضورا باهتا لم يتعدى بضع متعاطفين، وهو ما فسره البعض بكونه ردة فعل عقابية تجاه مواقف وقرارات الحزب الحاكم وتفننه في كين الاتهامات والأوصاف للمغاربة من حبيب المداويخ والمجهولين.